اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من جهه فاس مكناس، واللي كنتواجدوا الان بمدينه مكناس. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وكما جاء في عنوان هذا البث المباشر، جهه فاس مكناس تسجل 305 ديال الاصابات بكورونا وحاله وفاه واحده في 24 ساعه الماضيه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، وجاء توزيعها الجغرافي كالاتي: دائما وللاسف مدينه فاس يعني حصه الاسد اكثر من 50% او 60% من العدد الاجمالي لعدد الاصابات بالجهه، فمدينه فاس لوحدها للاسف تسجل 215 حاله اصابه، فيما تسجل مدينه مكناس 45 حاله اصابه بكورونا. للاشاره فقط، فمدينه فاس لم تسجل عدد الاصابات فقط، فبل سجلت كذلك حاله وفاه واحده. انا لله وانا اليه راجعون، وبذلك تكون الحصيلة اليوم بمدينة فاس هي حالة وفاة واحدة و215 حالة إصابة. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، مكناس 45 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة، تازة 20 حالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة، ثم الحاجب 16 حالة إصابة وصفر 5 حالات، إفران 3 حالات، مولا يعقوب حالة واحدة، وكل هذه المدن صفر حالة وفاة. فبالنسبة للجهات سجلت بها حالة وفاة واحدة وكانت في مدينة فاس، فالله يصبر الأهل والدوي هاد المتوفي أو المتوفية. إن لله وإن إليه راجعون. لا زالت كورونا تحصد أرواح المغاربة، الأرواح مشاهدينا عفوا العزيزة والغالية على علينا وعلى قلوب أهلها ودويها. الله يصبرهم ويرزقهم الصبر والسلوان في هذا المصاب. على المستوى الوطني مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، ودائما وفي إطار نشرة كوفيد 19 اليومية المقدمة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، بالنسبة للوضع الوبائي ببلادنا، فوصل عدد الحالات الجديدة المؤكدة في 24 ساعة الأخيرة إلى 5428، بذلك يصل عدد الحالات النشطة إلى 55982 حالة نشطة ببلادنا. عدد الوفيات وصل 13 وفاة في 24 ساعة الماضية، ليكون الحصيلة الإجمالية أو العدد الإجمالي لعدد الوفيات منذ ظهور كورونا ببلادنا ليوصل ل 14976 وفاة منذ ظهور كورونا ببلادنا، يعني ثالث مارس أو ثاني مارس 2020 إلى حدود هذا اليوم. تم إنجاز أو عفوا قبل الوصول لعدد التحاليل المنجزة، لدينا 5404 ديال حالات الشفاء في 24 ساعة الماضية، كذلك كما قلنا تم إنجاز 22294 تحليل في كل ربوعي المملكة. معدل الفتك ديال هذا الفيروس هذا مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي راه وصل 1.4%، نسبة التعافي وصلت 93.2%. حالات جديدة تمت حالات جديدة في 24 ساعة الماضية اللي كتعتبر حالات خطيرة أو حرجة، راه ضافت 78 حالة حرجة في 24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي ديال الحالات المتكفل بها إلى 502. بالنسبة للحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، راه تزادت 17 حالة ليصل العدد إلى 162 حالة تحت التنفس الاصطناعي. معدل ملء الأسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19 راه وصل 9.5%. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، سوف نلقي إطلالة على حصيلة الجهات، على كل الجهات. بالنسبة لجهات الدار البيضاء 16 اللي هي يعني خذت يعني النصيب الأكبر من الحصيلة الوبائية لهذا 24 ساعة الأخيرة، اللي وصلت إلى 1810 ديال الحالات و7 وفيات. الدار البيضاء
لوحدها تسجلات بها 1357 حالة إصابة وزوج ديال الوفيات. جهة الرباط سلا القنيطرة 1170 حالة إصابة وزوج وفيات. جهة مراكش أسفي 966 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 470 حالة إصابة وصفر وفاة. جهة سوس ماسة 401 حالة إصابة وصفر وفاة. جهة فاس مكناس 305 ديال حالات الإصابة المؤكدة وحالة وفاة واحدة كانت بمدينة فاس. جهة بني ملال الخنيفرة سجلت بها 145 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. جهة درعا تافيلال 46 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة كذلك إن لله وإنا إليه راجعون للأسف. جهة قلميم ودنون 34 حالة إصابة. جهة العيون الساقية الحمراء 32 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة. جهة الشرق 32 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. ثم جهة الداخلة وادي الذهب 17 حالة إصابة وصفر حالة وفاة. هذا فيما يخص الوضع الوبائي ببلادنا وبعموم الجهات. مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، على مستوى الحملة الوطنية للتلقيح ضد سارس كوفيد 2 ولا زالت تحقق نتائج إيجابية مشاهدينا. والآن فيما يخص المستفيدات والعدد الإجمالي للمستفيدات والمستفيدين من التلقيح فيما يخص الجرعة الأولى راه وصل العدد إلى 24,612,973، فيما وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية إلى 23,008,669. الجرعة الثالثة وصل عدد المستفيدين منها إلى 3,786,619 مستفيد ومستفيدة من الجرعة الثالثة. ودائما وكما تهيب وزارة الصحة وكل الجهات المعنية فيما يخص الإجراءات الاحترازية المتبعة مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، على الجميع تجنب كل ما يمكن أنه يسبب في تفشي الوباء. ونبقاو نسمعوا راه يوميا كنسمعوا أرقام اللي مفجعة، كنتمناو أنه نتجنبوا هاد الحصيلة الوبائية اللي طالعة بهذا الشكل هذا. ما بغيناش نرجعوا بخطوات الوراء، نحافظوا على المكتسبات. فكتعرفوا أنه بهاد الأرقام وبلغة الأرقام دائما فراه بها كتخاد القرارات اللي كان بعض المرات كتقدر تكون قاسية، ولكن ما يمكنش انه نخاطروا بالصحه العامه للشعب المغربي ككل. والان كنشوفوا العالم من حولنا كيفاش مجند لمواجهه هذه الجائحه وهاد الموجه الجديده من المتحور جديد لكورونا. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الله يرفع لنا الوباء والابتلاء، ولكن نديروا بالاسباب والوقايه خير من العلاج. ما فيها باس نديروا الكمامه ديالنا ونديروا التباعد، وهذا الشيء راه ما بقاش غريب علينا لانه راه سنتين وحنا عايشين هذا الوضع هذا ومتعايشين مع الفيروس. اذا نزيروا شويه راسنا باش ما ندخلوش المرض لوليداتنا، وخصوصا كنسمعوا في هذه الايام ان الكل اللي سولتيه كتقول ليه مالك كيقول لك ضاربني البرد. ما عرفنا البرد ما عرفنا كورونا، الا مشيتي درتي التيست غادي تعرف اشنو كاين. فهنا نتجنبوا كل هذه الوساوس وكل هذا القلق اللي غيدخلنا في هذه الحسابات الضيقه. اذا نحافظوا على الصحه ديالنا وديال والدينا. راه كاين اللي ما يقدرش يستحمل البرد، واش كاين شي سخانه كتبقى 10 ايام؟ راه الناس خاصها تعرف هذا الشيء هذا. راه كيدوي معاك تقول ليه راه فيك كورونا، كيقول لك لا راه غير البرد، لا راه غير هاد الوقيته هادي راه كيضربني البرد، لا راه ماشي الزكام ماشي الانفلونزا. فنحاولوا نمشيو نديروا التيست ونسولوا اقرب طبيب قريب لينا ونستفسروا على الحاله ديالنا قبل ما نوصلوا للاسوء، لانه نقدروا ناديو بهذاك السكوت ديالنا ولا ما راضينش انه نقولوا فينا كورونا انه ناديو وليداتنا ولا والدينا ولا الناس اللي عندهم المناعه ضعيفه. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، دامت لكم الصحه والعافيه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كنتم معنا من هنا من العاصمه الاسماعيليه فيما في نشره كوفيد 19 اليوميه الخاصه بجهه فاس مكناس، واللي تسجلت بها 305 ديال حالات اصابه بكورونا وحاله وفاه واحده في 24 ساعه الماضيه. ان لله وانا اليه راجعون. الى اللقاء، كان معكم مراسل قناة شوف تيفي منير معطاوي من مكناس.